هذه الجولة التي سأخذكم بها بإذن الله تعالى من داخل مركز الشيخ علي الغرياني بمنطقة تاجورة شرق العاصمة الليبية طرابلس، حيث هذا المركز الذي أسس منذ عدة أشهر فتح أبوابه هذه المرة للطلبة ولكذلك طالبي العلم للدخول لهذا المكان الذي يحتوي على أكثر من 15,000 عنوان و15,000 كتاب، وفتح هذا المجال خاصة في هذه الأيام انقطاع الكهرباء الذي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 15 ساعة أو 16 ساعة في بعض المناطق، إضافة أيضا إلى ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت في بعض المناطق في ليبيا إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مما أدى من الكثير من طلبة العلم وكذلك أيضا من الطلاب إلى القدوم لهذا المركز. لعلنا نأخذ بعض الكلمات وبعض الجولة في داخل هذا المركز لنسأل الحاضرين عن سبب قدومهم إلى هذا المركز. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شن أخبار؟ أمور طيبة إن شاء الله. نبغى نحكي معاكم شوية، يعني هذا المركز فتح أبوابه الآن، نشوف عدد كبير ما شاء الله من الناس جالسين وكل واحد له في حالة يعني يدرس، يعني سابقة جديدة تعتبر في ليبيا أنك تلقى مكان فيه كتب وكذلك أيضا مخصص للدراسة. لماذا أتيتم إلى هنا وما هو السبب لمجيئكم للمكان هذا؟ أول حاجة بسم الله ونشكركم بصراحة لهذه الاستضافة، ونشكر العاملين في هذا المنبر ما شاء الله بصراحة، يعني ما كناش نتوقع هيك، وأنا بالنسبة لي اليوم هذه أول جاية لي، يعني بصراحة نقدر نقول لك من ضاق ظلمة الجهل، من ضاق ظلمة الجهل لا يع لا إله إلا الله، من ضاق ما تقول فيه ظلمة الجهل أدرك أن العلم نور، والعلم من زي المال، كل شيء في الدنيا إذا كثر يرخص إلا العلم. وبصراحة هالمنبر وشبحت هالوجوه الطيبة والناس، يعني بصراحة الهدوء والاطلاع والمحادثات والمناقشات، يعني ما شاء الله. بالنسبة لي السبب اللي خلاني نجي هنا، شبحت الإعلانات في النت والجو برا كان يعني نظري ظروفنا الحالية ضي ناقص، والتكييف ما تلقاش مكان يعني تطلع فيه زي المكان هذا. يعني انت هل طالب او انك انت عضو هيئة تدريس او ماذا؟ بالنسبة لي عضو هيئة تدريس، وبصراحة من سكان هالمنطقة هذه، وتفاجأت يعني بصراحة، ورغم ان العاملين فيه اغلبهم زملائي واصدقائي، لكن جاي متأخرين، لكن الحمد لله ان شاء الله. طيب يعني الكهرباء قديش وصل عندك؟ ينقطع في بيتك؟ درجة الحرارة هل هي أثرت عليك نفسيا؟ خاصة ان نعرف الدراسة والعلم يحتاج الى مواد خاص يعني وبيئة خاصة. اكيد هذا يعني نقدر نقول لك السبب الرئيسي اللي جانا، احنا اليوم جبنا اللابتوبات نتاعنا اساس من نشتغلوا هنا، يعني دركنا ان فيها كهرباء، في تكييف، كل شيء بصراحه، واشتغلنا شغل اللي كنا ماقدرش نشتغلوه في الحوش، يعني حتى في المؤسسات نتاعنا الخاصه ولا العامه ناقص شويه، لكن الحمد لله منبر ما شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك، ربما نخدم صديقك، مرحبتين بك. شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا بك. سبب حضورك اليوم في هذا المكان، شنو هو الاشياء اللي ربما لقيتها في هذا المكان وسعداتك، اضافه الى ان مثل هذه المراكز ليش ما تكونش حتى الدوله تتبناها يعني وتكون مفتوحه للجميع؟ يعني هذا ممكن اهل الخير قاموا به، يعني ليش ما تكونش في كل منطقه مركز زي هذا؟ مرحبا، بسم الله ما شاء الله، يعني صراحة صرح عظيم، يعني أول مرة نجو هنا، نتيجة أن فعلا في المنطقة هروب ضي هلبة وكذا، فما لقيناش وين قامزو، فمعي صديقي اتذكرنا المكتبة الصراحة، فقلنا خلينا نجو نشوف المكتبة ونطلع عليها، يعني صراحة بسم الله ما شاء الله، يعني ياريت في كل منطقة مش بس في منطقة تاجورة بس، في كل مدينة يكون الصرح هذا بسم الله ما شاء الله. يعني العناوين الموجودة الكتب هل يساعد اللي مختلفة، وانك انت تساعد في كل شخص انه هو ممكن بكل التخصصات انه يجد يعني مبتغاه في هذه المكتبة؟ اللي شفناه صراحة في المكتبة طبعا حتى العولمة موجودة، يعني بالنسبة لي بسم الله ما شاء الله منظومة متكاملة، نظام الفهرسة فيها فعلا سهل الوصول بإمكانك تبحث على الكتاب والمرجع اللي تبيه من خلال المنظومة اللي موجودة، تسهل على عملية السيرج البحث على الكتاب، حتى تلقاه في الأرفف من خلال الفهرسة اللي موجودة في المنظومة، فصراحة فيها نظام بسم الله ما شاء الله. يعني
طيب شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نحن لازلنا داخل هذا المركز الذي نقوم به في جوله، ايضا هناك بعض الغرف وبعض الاماكن التي بها ورش عمل وكذلك ايضا محطات بها ورش العمل. لعلنا ناخذ احد المشرفين على هذا المكان لنتحدث معه عن شيء. بدايه مرحبا بك، وصراحه تفاجئنا بالعدد الذي موجود هنا، خاصه احنا الليبيين خلينا نكون صراحة ما نحبوش نقروا، لكن تفاجأت ما شاء الله عدد كبير جدا من الشباب وكذلك أيضا الفتيات موجود، والكل يعني على حالة وكل شخص يدرس في مجاله. طبعا الحمد لله الإقبال على هذا المركز كبير جدا، وهذا الإقبال يعني سببه ما يوفره هذا المركز من إمكانيات يعني لا تكاد توجد في أي مركز آخر. المركز يوفر جو مناسب جدا جدا للقراءة والبحث والاطلاع العلمي والمذاكرة والمدارسة الجماعية وغير ذلك. يعني الإمداد الكهربائي مستقر لا ينقطع على مدى 14 ساعة. كذلك المركز يوفر إنترنت مجاني على مدى 24 ساعة، يوفر مقهى مجاني متاح للزوار تقدم فيه الشاي والقهوة وبعض الوجبات الخفيفة. المركز أيضا يوفر مكتبة PDF إلكترونية متاحة لعمل استخدام الزوار. أيضا من أهم الأشياء التي يتميز بها المركز هو توفير قاعات تدريبية طبعا تستخدم عن طريق الحجز يعني لغرض المذاكرة الجماعية والمدارسة، مدعمة بأجهزة حاسوب حديثة وأجهزة الداتا شو تمكن الطلاب من البحث والمدارسة الجماعية أو يعني تقديم يعني خدمات تدريبية وغير ذلك. طبعا المركز الآن بفضل الله عز وجل وصل عدد الكتب إلى 15,034 كتاب. المركز يوفر شاشة بحث إلكترونية تمكن الباحث من سهولة الوصول للكتاب من غير سؤال. يعني المركز يوفر طاقم استعلامات مدرب بشكل جيد. طيب هل هذا كله يعني هل في مقابل لأن الطالب يدخل من هذا كل الأشياء مجانية وأهل الخير هي من تقوم بتمويل هذا المكان؟ طبعا بفضل الله عز وجل أهم الأشياء التي يتميز بها المركز هو إتاحة الخدمات بشكل مجاني. لا توجد أي رسوم، لا توجد رسوم اشتراك، لا توجد رسوم على الإنترنت. التصوير والطباعة مجانية، حجز القاعات مجاني، كل شيء في هذا المركز مجاني، المقهى مجاني، وكل هذا بفضل الله عز وجل وجهود أهل الخير. في أناس يعني يتبرعون وفيه رجال يعني يقومون بدعم هذا المركز جزاهم الله كل خير. تمام. ليش ما يكونش هناك يعني عارفين المنطقة تجورة شرق العاصمة طرابلس، يعني مثلا في مناطق اللي يسكنوا في مناطق غرب طرابلس الآن يعني مش يوصل يحتاج ساعة أو ساعة ونص، هل في ربما مقترحات يكون أن تكون مكان في وسط البلد يكون في مكان أيضا في غرب طرابلس بحيث أنه يسهل لكل القراء أن هم يعني يلقوا مكان هادئ ومكان كويس أنه يقروا فيه، خاصة في قطاع الكهرباء ودرجة الحرارة العالية في هذه الأيام؟ طبعا من الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها هي فتح فروع أخرى سواء في مدينة طرابلس أو غيرها من المدن. الآن عندنا فرع يعني هو تحت الإنشاء، سيفتح بإذن الله عن قريب إن شاء الله. المركز لا يقتصر على هذا المكان ولكن بإذن الله سيمتد إلى عدة مدن من مدن ليبيا. طبعا من الأشياء التي يهتم بها المركز الخدمات المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة، يقدم أجهزة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فيها كتب مسموعة، ويسعى المركز الآن إلى توفير كتب عن طريق ما تعرف بكتابة براين الخاصة بالمكفوفين يعني، وسنوفر لهم بإذن الله مكان خاص بهم وكل ما يحتاجونه. والمركز أيضا يوفر كتب للأطفال، ومستقبلا بإذن الله سيوفر قاعات خاصة بالأطفال توفر فيها الكتب والألعاب الخاصة بهم. طيب شكرا جزيلا لك. عفوا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. طبعا الملفت في النظر أيضا هناك عندما تدخل إلى هذا المركز تجد مكان مخصص لركوب العربات التي مخصصة هي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك أيضا اللافت في النظر هناك أعلام فلسطين وأيضا هناك صندوق دعم للتبرعات أيضا لفلسطين. ربما نأخذ أيضا لقاءات أخرى مع بعض الحضرات. مرحبتين، السلام عليكم، كيف حالك؟
عليك السلام. بارك طيب إن شاء الله. الحمد لله. الله يسلمك. وجودك في هذا المكان في هذا اليوم مع ارتفاع درجة الحرارة في الخارج، انقطاع درجة قطاع الكهرباء، سبب وجودك اليوم؟ سبب وجودي إن جيت للمكتبة هذه لأنني تخصصي علوم شرعية قسم شريعة، فبحثت على الكتب توفر الراحة، توفر سبل، قصدي توفر جميع أنواع الراحة بأنواعها، يعني هدوء، كتب نستعين بها للامتحانات متاعي، مصلى، كل شيء موجود الحق الحمد لله. يعني تقدر تقول زال علينا الحمل اللي ما نو والضي والهروب والضوضاء. أنت طالبة في أي كلية أو أي سنة؟ طالبة في كلية تجورة، طالبة في قسم كلية تجورة قسم شريعة. تمام. الكتب الموجودة هل هي تنفع، هل هي في تخصصك أو أنك أنت تبحثي عن كتب أخرى قريبة على تخصص أنت؟ في تخصصي وفي جميع أنواع التخصصات الحق، معناه يعني جميع البحث العلمي تلقاه موجودة هنا في مكتبة الغرياني صراحة ما شاء الله. والله إن شاء الله في ميزان حسناتهم الحق. هل أنت تجي بشكل دوري لهذا المكان أم أنك أنت فقط لأن المت هذه الكهرباء ينقطع والحر يعني شديد فلذلك أنك جيت هنا؟ لا الحق يعني جيت على خاطر امتحاناتي، وفي نفس الوقت أي معلومة نبي نستحقها، نبي حتى معلومات عامة نبي نجي ناخذ عادي، يعني في كلة الحالتين نجي، كلة الحالتين بحث عن معلومة ومواد علمية نجي على خاطر الكتب البحث العلمي الحق. كم ساعة في اليوم تجي أو تقعد في هذا المكان؟ على حسب تكميل المنهج متاعي، على حسب استيعابي، على حسب كل شيء، يعني عليه توفر أنني خلاص زي ما نقوله تميت، فهمت، قريت، حفظت، استعبت، أخذت معلوماتي من مكتبة، فبعدين ننهي كل شيء ونروح. طيب شكرا جزيلا لي. ربما نأخذ هذا اللقاء آخر. السلام عليكم أستاذ، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. بارك طيب إن شاء الله. على شاشة الجزيرة مباشرة نحب نسألك يعني في هذا المركز سبب حضورك، التخصص بتاعك يبدو أنك أنت بالإنجليزي، ما أعرفش تخصصك بالضبط. لا هو أنا نقرأ في الجامعة المفتوحة، أنا متخرجة وماجستير واخدة أستاذة، لكن نقرأ في الجامعة المفتوحة باعتبار أن الضي يهرب عدد كبير من الساعات ودرجة الحرارة غير معهودة، فما قدرتش نستحمل أني نقعد في الحوش، فسمعت بهذا هو أمس بس كيف سمعت به، سمعت به هلبة مرات يقولوا لي امشي، لما كنتش نتوقع بصراحة زي ما شفت اليوم. ندمت على الامتحانات اللي فاتت اني درتها ما جتش هنايا، فبصراحه لقيت ان انا عندي مشكله تنفس، ولقيت هنايا ما شاء الله تكييف واسع ومليان كتب، فيه نت مجاني. طيب بالنسبه للكتب انت ربما تخصص انجليزي حسب ما شفت انا قدامي توا. هو انا توا نقرا في الجامعه المفتوحه في اداره، غدوه عندي سوس امتحانات وما عنديش كهرباء تعرف ودرجه الحراره، فقلت خليني نجي هنايا نقرا. تمام. هل الكتب انا بكري شويه هيك شفتها مهتمة جدا بكتب التنمية البشرية وهيك، فلقيت فيه كمية فيها بشكل، فقلت إن شاء الله حكون فيه في المستقبل إني نجي ونولي من رواد المكتبة إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك. العفو. شكرا مشاهدينا الكرام، ربما نأخذ اللقاء الأخير في هذا المركز. مرحبا أستاذة، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. أخبارك طيب؟ إحنا سعداء جدا بوجودنا في ليبيا، علم والمطالعة يعني في هذا المكان. شكرا. أكيد وجودك اليوم في هذا المكان شنو هو السبب وجودك؟ والله في ظل الأزمة اللي عايشينها احنا كليبيين من خلال انقطاع فترة طويلة للتيار وكذلك يعني درجة الحرارة مرتفعة، فأحد الأسباب مجيء هنا هو تغيير مود وتوفير يعني جو للقراية، خاصة أني أنا طالبة نستعد لامتحانات المفاضلة إن شاء الله في كلية الطب البشري. تمام. هل لقيت كتب مهتمة بهذا المجال هو الطب البشري أو أنها في اهتمامات معينة فقط لهذه المكتبة؟ حقيقة لا، أنا جاية ندرس يعني ما اطلعتش على الكتب. بالنسبة للناس اللي تحب الاطلاع مطالعة يعني متوفر كل شيء، جميع الكتب كل شيء يعني مجاني متوفر من طباعة مستندات كذلك المقهى، يعني خدمات اللازمة كل شيء متوفر بشكل كويس. طيب كلمة تحب تقوليها لمن يستمع إليك، ربما من الطلبة اللي قاعدين ربما ما لقوش مكان جيد إنهم يدرسوا فيه خاصة مع انقطاع الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة في العاصمة طبعا.
هو أنا بالنسبة لي اليوم أول يوم نجي فيه، وأكيد أي شخص يعني زار المكان هذا مش حيتردد إن يجي المرة القادمة إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، إذن هذه جولة أخذناكم بها في داخل مركز الشيخ علي الغرياني في العاصمة الليبية طرابلس، حيث يفتح بابه للطلبة والذين يدرسون مجانا للاطلاع وكذلك أيضا للقراءة، وخاصة مع انقطاع درجة الكهرباء الذي وصل إلى أكثر من 15 و16 ساعة في اليوم، وكذلك أيضا ارتفاع درجة الحرارة الذي وصل في بعض الأحيان لأكثر من 50 درجة مئوية. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى على شاشة الجزيرة المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.